أينما كنتم صراع الأصيل مستمر معكم لكل من انضم إلينا الآن للمتابعة. لسه في القانون ولسه معي قانوني الضيف الثاني في الفقرة الثانية، لكن هو مختص في حاجة ثانية تخيل لي هي تهم كل الناس، اللي هو قانون إيجار العقارات، سواء كان بيوت أو مزارع أو دكاكين أو غيره وغيره وغيره. مشاكل كثيرة معقدة جدا تخص هذا الموضوع، وأنا سعيد بأن يكون معي المحامي مجاهد عثمان. مساء الخير عليك. مرحب بك ومساء النور عليك ومساء النور لكل اللي بيتابعوا قناة الشروق في حلقتكم الجميلة عبر برامج ظلال الأصيل. سعيد أنه يعني نكون معاون الليلة عشان نتكلم عن المواضيع الحية اللي بتناقشوها في برنامجكم الحي. نعم، مباشرة نخش لقانون 1991 في قانون الإيجارات. بيقول شنو بالضبط باعتبار أنه ده القانون الشغال هسه؟ يعني قانون إيجار المباني لسنة 1991 هو قانون جاء عقب لنا قانون سابق له. طيب، إيجارات المباني في السابق ما كان عندها قانون مغنن خاص بها، كان بتحكمها لنا الأحكام العامة في قانون المعاملات المدنية. طيب، لكن أول قانون صدر كان قانون يمكن وقف مع أصحاب العقارات وكان مجحف شوية في حق المستأجرين. طيب، كان في أصوات بأنه يتعدل وكذا. ده القانون القبلي 91. ده القانون القبلي 91. أيوة، حتى في سوابق كثيرة جات كان من المحكمة العليا، بعدها صدر قانون 1991 وهو قانون جميل جدا وحمل الشريحة الضعيفة في عقد الإيجار اللي هي المستأجرين. طيب، حماهم من جور أصحاب العقارات. فنحن هنا لما نقول مستأجرين قصدينا زول المستنفع أو الزول اللي بيدفع الإيجار بيقعد في البيت اللي بنسميه بالدارج المؤجر، لأنه القانون سمى ذاك مؤجر صاحب العقار وسمى مستأجر. أيوه، المستأجرين. طيب، ففي 91 صدر قانون جميل جدا وكان ماشي بهدوء تام، لكن الانكسار الاقتصادي اللي حصل في الفترة اللي فاتت أدى لثغرات كبيرة جدا فيه وإشكاليات كبيرة وحصلت له مناهضات كبيرة جدا. طيب، لكن هو الآن القانون الساري أحكامه كويسة جدا، يعني ثبت للمستأجرين حقهم وفي نفس الوقت لأصحاب العقارات حقوقهم. طيب، يعني يمكن يكون هو أدى حرية للأطراف في أنه يختاروا الطريقة اللي تعاقدوا بها إذا كان كتابة أو شفاهة. طيب، في 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 حالات، يعني إذا كان العقد مكتوب ابتداء بتكون الأجرة للمدة المكتوب بها. طيب، لكن فيه حاجة بتتحول الإيجارة المكتوبة دي ذاتها لإيجارة حكمية وتستمر لمدة 7 سنوات، ودي هنا حاجة هي في صالح المستأجرين أكثر. ده في حالة أنا ما جددت العقد والعقد ما جددت مشى تلقائيا مرة لمدة سنة تلقائيا. دي لما تشتغل لك في مؤسسة 3 شهور أنت معناها موظف. طبعا أنا مثبت. فهنا بيقوم طيب، القانون بيدي للمستأجر الحق في إنه يقعد 7 سنوات، وتسمى الحالة دي هي الإيجارة الحكمية. أو إذا كان العقد ما مكتوب، جينا طيب واتفقنا على الإيجار وقعدنا اديتك الإيجار، اتفقنا على الكيفية بتاع الشهادة شفاهة. طيب، ادفع لك اول الشهر، في ناس بيدفعوا مؤخر او مقدم حسب الاتفاق مع صاحب العقار. طيب، فدي هنا اذا كان ما مكتوب طوال الإيجار ابتداء بتكون إيجارة حكمية ومدتها 7 سنوات. الحاجات الجميلة برضو كانت فيه هي موزونة على الثبات الاقتصادي، لكن الان حاليا الناس بدأت تتململ منها الحتة بتاعت الإيجار. زيادة الإيجار دي القانون غيدها لنا بحاجات معينة. ما ممكن أنا قاعد الشهر الثاني الشهر الثالث يجي ولي زيد لي الإيجار. مدة العقد بيحكمك العقد ده، الزيادة النسبة المحددة في العقد ذاته إذا في عقد مكتوب. النسبة دي يعني تتراوح 5% 6%، أحيانا الناس بدأت تتجاوز، بالرغم من أنه قانون إيجار المباني ذاته حدد قال أنه لا تتجاوز الزيادة السنوية نسبة 6% بالضبط. الآن بتحصل لحد 10%. الآن يعني الآن الزيادة بقت تحصل 100%. صحيح، 200%. دي كلها بسبب الأوضاع الاقتصادية، ودي حالة أنا أعتقد إنها إن شاء الله أتمنى إنها تكون حالة طارئة والوضع الاقتصادي يصل للاستقرار بتاعه، باعتبار إنه الاستقرار بيدي استقرار العقود ذاتها. أي استقرار اقتصادي العقود ال بتتطلب زمن لتنفيذها، دائما الانكسار الاقتصادي بيأثر فيها. ده هيقولني لي سؤال مباشر. أي الكلام اللي قلته أنت. نعم، قبل شوية، قبل فترة كده سنة تقريبا أو كم شهر لورا، طلع مصطلح كده نحن كمواطنين عاديين ما قانونيين سمعنا بيه جديد والله، اللي هو إيجار المثل. نعم، أو أجرة المثل. اللي هو أنت بتكون مؤجر شقة أو بيت بعقد ما جددته، جدد تلقائيا ما بينك وما بين المؤجر، قام شفاهة قال لك والله أنا عاوز زيادة اللي هو أجرة المثل، بسموه أجرة المثل. نعم، بالضبط، بيقوم بيزيد لك 100%. طيب، أجرة المثل دي هي موجودة في القانون، في قانون إيجار المباني، لكن القانون اشترط عليها شروط معينة. طيب، اللي هي مرور 3 سنوات من آخر تجديد للعقد.
أو آخر زيادة للأجرة إذا كان اتفاقية أو إذا كان بواسطة محكمة. كلامنا معناه شنو؟ حتى لو شفاهة. حتى لو شفاهة. طيب. الإيجار بتاعي أنا 50,000. طيب. جينا بعد سنة سيد البيت جاني أخذ زيد لي والأوضاع الاقتصادية. أجرة المثل يقول لك وامشي فتش في الحلة وشوف. قمت ده قبل يجيني أجرة المثل جاني أول ساكت كده. زدت له وعملت له 100,000. طيب. هنا الزيادة بقيت 100% ده باعتبار اتفاق جديد وعقد جديد زاده. طيب. السنة الجاية ما ممكن يجي يقول لي دار أجرة مثل. لو جاء قال دار أجرة مثل المحكمة هنا بتحكم له. ليه؟ لأنه وصل من آخر زيادة. هنا الزيادة تم السنة واحدة ما تم ثلاث سنوات. أو العقد ذاته انتهى لكن في خلال سنة، لأنه القانون هنا نص قال إنه بعد مرور ثلاث سنوات من آخر تعديل للأجرة سواء كان باتفاق بين الأطراف أو عدلتها لك محكمة. كويس. دي كانت بتكون في الأوضاع العادية مقبولة، لكن هسه حاليا هي بالنسبة لأصحاب العقارات ما مقبولة، ما ممكن يقعد ينتظر ثلاث سنة عشان يعدل الإيجار يزيد لك ثاني نظرهم هم طبعا. طبعا طبعا بالضرورة. هي أنت برضه لما تيجي تنظر للموضوع بتاع الإيجارات الدافع والمستنفع ومالك العقار كلهم في حالة بتاعت عدم رضا وعدم قبول. طيب المستأجر الزيادة الطوالة دي الدخل ما قاعد يزيد هناك بنفس النسبة. صحيح. المنصرفات اللي هو متجرس منها صاحب العقار المستأجر برضه واقع عليه بيقول لك يا اخي ما موظف في النهايه بيصرف مرتب. أيوة. معين يعني الاكل والشراب زاد والمواصلات زادت والوقود زادت انت برضه هنا المستأجر برضه الحاجات دي زادت له. هل نسبه دخله هي بتضطرد لنفس الاطراد بتاع الزياده بتاعه الاجره؟ طبعا الاجابه حتكون لا. طيب سؤال ممكن يتبادر لاذهان المشاهدين. نعم. اجره المثل. نعم. نقول هو جا قال لك يا اخي جد لي اجره المثل والكلام ده كان شفاهه وما مكتوب يعني الكلام ده اكيد قام بعد سنه ثاني جا قال لي اداره تزيد لي. هل انا بعد ذاك يعني المحكمه حتصدقني كيف انه زول ده بس قبل سنه انا زدت لي الا بشهود ولا تحليل رسم ولا الحاجات الزي دي طبعا ونحن شعبي شفاهي بصراحه. اي نعم. الورق ده ما عندنا مشكله عندنا مشكله شعبي حكوا بالضبط. حتى في ناس عندهم احداث جميله جدا في حياتهم ما بيكتبوها. صحيح. ممكن تقعد معاه ويقصها لك بيحكيها بس بيحكي لك شفاهي جدا تبقى صحيح. كتابية يعني بتبقى العالم الخارجي بيهتم بها وبتبقى بالضبط. حاجه جميله جدا. فحقيقه الاشكاليه هنا المحكمه بترجع للقانون اللي هو قانون جار المباني ذكر قال انه الاجره المثل بعد ثلاث سنوات ما هو شفاهة لكن انا زدت له اتفاق شفاهة دي بعد ثاني بتبقى انت مضطر انك تتعامل مع شخص قانوني عشان يترافع عليك في الموضوع ده. ليه؟ لانه يعني مثلا بعض الزملاء او كلهم في الحاله زي دي بيقوم بيعمل حاجه اسمها طلب بيانات تفصيليه بيقوم يسالوا الزول ذاته صاحب العقار الجديد حري عديل هاي بيسالوا قال يا زول لما بدا معك الاجره كانت دي كم؟ وحاليا الاجره كم؟ واخر مره تم تعديل الايجار ب 200 وهنا تلغائيا حيضطر يجاوب لك الاجابات دي بتوضح للمحكمه الايجار كان كم وبدا سنه كم وزاد كم. مرات بيكون العريضه من البدايه واضحه اذا هو كان زول امين فلكن احيانا بيكون برضه في عدم الامانه فهنا حتضطر ممكن ينكرك عديد يقول لك حتضطر انت هنا في الحاله دي انك مثلا تقوم شهود وقسم تحليل فبتكون بوسائل الاثبات المختلفه اذا كان شهود او كتابه او الطريقه بتاعه الدفع والاليه او مرات الدفع اللي بيكون عبر البنك برضه بيكون مريح في الحاجات الزي دي لانه صحيح. انت حتوضح كنت التدرج بتاعك بتاع الدفع بيتم كيف فبكون هو بالنسبه لك دي حاجه ماديه ملموسه بتقدر انت في خلال الادعاء بتاعك. نعم. فدي كلها من الحاجات الجميله يعني الاسلوب بتاعنا العفوي ده هو سبب في انه احنا نقع في كثير جدا من المشاكل. صحيح. وسبب لانه محاكمنا تكون مبتظه بالناس المتقاضين لانه فجاه بيكتشف نفسه انه كان في تراك خطا فبالتالي بيضطر يمشي للتقاضي ويحتكم لبينات ويحتكم لغيره ولغيره ولغيره. برضه في حاجه وردت في قانون المعاملات المدنيه الناس الان بتتحايل بها على اجره المثل، اجره المثل لانه القانون اشترط انها ثلاث سنوات في حاجه اسمها الاجره العادله. الاجره العادله دي وردت في قانون بيتكلم عن انه في القانون يعني يتم زياده الاجره بالنسبه للعقار حسب عقارات المنطقه اللي حوالينه. نعم. وما طرا برضو على العقار هي زياده الاجره القانون اشترط انه العقار ذاته تحصل فيه تحسينات. من المالك. من المالك ذاته. يعني البيت ما ممكن قاعد والسقف بتاعه زنكي وحمام ما في مويه مثلا والمويه ذاتها قاطعة 24 ساعه جاي تمشي تتكلم معاه ويقول لك والله دي مشكلة تجيب موتور لكن لو حصل تحسينات غير السقف ده جاب لكم سقف كده ثابت بدل السقف الزنكي المدخل بتاع العمارة ده قانونيا مفترض يعمل كده؟ اي مفترض عشان يزيد الايجار تطرا تحسينات على العقار بالنسبه للزياده ذاتها اشترط على كده يعني. فبعد ذاك تحسن الخدمات في المنطقه كذا كذا فبالتالي بتضطر انك انت
تتغير هنا يحصل زياده للمجرم شديد بتتغير. اي نعم، لكن احنا في حاله بتاع الجهل. زيد بالحقوق، زيد الناس بتزيد، ما لانه ما في سكن، الزول مضطر يعني بيكون مع اولاده ولا في قصور في جوانب كثيره جدا، اللي هي صحيح. المشكله بتاعت السكن دي في حاجات كثيره جدا. دي واحده برضه من الناس المفروض تنتبه لها، انه يكون في تحسينات على العقار، تحسينات على المنطقه، تحسينات شارع يتعمل حاجه يعني مثلا، على الاقل تبرر انك انت زدت الايجار. اي صح، الوضع الاقتصادي بيزيد، لكن ما طوال احنا نخليه الشماعه وماشيين طيران في زياده الايجار، ماشيين طيران صحيح. يعني هسه بتلقى انه معدل ارتفاع ايجارات العقارات في السودان عالي شديد، ما مبالغه، اعلى من ايش؟ اعلى من لندن ذاته. اقول لك حاجه، اعلى من مكه، يعني مكه ذاتها فيها الكعبه، الايجار في الخرطوم اعلى منها. احنا بنقول انه الحياه كلها الرياض غاليه، لكن ايجارات المباني ارتفاع اعلى من اي حاجه، اعلى من اللي طيب. عن الشراب عنه. صحيح. طيب سؤال برضه ممكن يتبادر لاذهان الناس. نعم. 200 مؤجر بيقول لك اخلي لي البيت او الشقه، لما نحصل شنو بالضبط؟ حالات الإخلاء وردت لنا في قانون إيجار المباني، هي ممكن نذكر منها على سبيل المثال، إذا فشل المستأجر في دفع الإيجار، طبعا الهدف لمدة كم؟ إذا فشل لمدة كم؟ شهر واحد، يوم واحد تأخر بحق لأنه صاحب العقار يطلع عليه الإخلاء. أي فالهدف الأساسي الزول مطلع عقاره عشان يأجره عشان يستفيد من وراه. طيب إذا أنت ما بتدفع الإيجار، ده سبب من أسباب الإخلاء. طيب برضه من أسباب الإخلاء تغيير الغرض من غير موافقة المالك. يعني انا اجرت منه على السنه دار اسكن فيه. طيب ما اخذت موافقه من المالك ولا شاورته، قمت عملته نادي هنا او طاحونه او اي حاجه، اي عملت غيرت الغرض. اجرته مدرسه، قال لك يا اخي الشيء شغال مدرسه، شغله مدرسه، جبت اهلك وجيت سكنت فيه ما وريته، هنا غيرت الغرض، هنا ممكن المحكمه تحكم بالإخلاء تمرقك. الارتكاب الجرائم المخله بالاداب والاخلاق وغيره وغيره، حصلت لك اي اشكاليات زي دي برضه يجوز لمالك العقار يسترد عقاره ويخلي. طيب في حالة تحول المالك، سيد البيت باع بيته جه زول جديد، يا جماعة ما دار هنا، بس اشترط على القانون اشتراطات انه يعلنهم كتابة كل المستأجرين، يا جماعة العمارة دي والله انا اشتريتها، استاذ مجاهد الان اصبح غير مالك، اطلعوا لي بالديون. هنا القانون اشترط انه يا يديك مقدم بتاع 3 شهور في يدك عشان تطلع من اجرتك، او يمهلك مدة 6 شهور تقعد من غير ايجار عشان توفر اوضاعك. ده قانونيا تمام. موت مالك العقار الورثي جو قالوا ما عايزين، هنا تحول المؤجر، ما عايزين مؤجر. احنا والله يا اولاد المرحوم، لكن مرحوم بحياته كان مؤجر لكم، بيعمل لكم برضه ازار مكتوب، لكن احنا حاليا العقار ده عايزين نسترده لانه دارين نقسم ودارين نبيعه، كل زول يشيل قريشاته وبيننا انتهت. دي من الحالات اللي ممكن تحكم فيها المحكمه بالإخلاء، اللي هو السبب الرئيسي فيها في الحياة دي كلها الاجره. بعد ذلك ثاني في حاجه اسمها الحوجه الماسه للسكن في العقار، او اذا كان العقار تجاري ذاته. طبعا ده برضه يعني عذر كثير، خلي ولدي دار يعرس. اي ولدي دار يعرس بالضبط، بيتي ضيق، دار دي البيتي دار دي، استخدموها صحيح بصوره الليجل، يعني بيقوموا الواحد بعد ما يمرق يجوا مؤجر جديد. يعني في لانه دفع على سعر. اي ناس كنت شفناهم، يعني في واحد مثلا قام سد العماره قال له يا اخي الشقه دي الايجارات بقت 200 مليون وانت قاعد تدفع 70 هناك، قال له خلاص بدفع لكم 100، قال له ما داري 100، مره مرتين ثلاثه مره، مع شوية جاوا له انذار انه يا اخي احنا والله عندنا اولادنا عقد وعايز الزواج وحيسكن في الشقه دي ان شاء الله واطلع لنا. دي حوجه ماسه. هي عندها شروط وعندها هناك، لكن بيستخدموها، عندها اثباتات، لكن المفروض يكون في اثباتات، فبيقوموا يعني. اصحاب العقارات بيستخدموها في واحده من الوسائل. صحيح. اذا كان محل تجاري برضه، اذا كان مالك العقار يعني دكان هو وسيد العقار كان عنده مهنه ثانيه، فقد مهنته دي داري يشتغل في الدكان ده ذاته. طيب هنا برضه ممكن المحكمه باعتبار انه ده هو الاولى صاحب العقار تحكم له بعقاره يعني. لكن برضه عندها شروطها، لابد من انه يكون مثلا حقيقه انه هو كان عنده عمل، حقيقه انه هو فقد عمله، حقيقه انه هو عايز يشتغل في المجال ده يعني. فدي حالات، او برضه المباني اذا كانت قايله للسقوط او عايز تغير فيها او غيره وغيره، دي برضه بيشترط انك انت تجيب تصاديق من الجهات المعنيه المختصه بالمباني مكتوبه وكده ان المبنى حيتغير نسبه لكده كده، حاجه تصديقها المحكمه. لكن الحاله دي الحاله الوحيده اللي بيجوز فيها للمستاجر انه يرجع ثاني للعقار. يعني عايز يبني وجاب خرطه وقال انه عايز يعدل الخرطه وعايز يعدل البنى، المحكمه بتحكم لك انك تطلع لمده سنه العقد بتاعك. اذا كان خش في ايجار حكميه مثلا، بقت تعهداتك بقى 7 سنة، انت قاعد في السنه الثانيه، جو قالوا عايزين يبنوا هيقفلوا البير بتاعت السايفون، عايزين يعملوا بير جديده وتوصيلات جديده، ومضطرين يقففوا العماره يطلعوا المستاجرين. طيب دي واحده من الحالات اللي قاعد يستخدموها كثير. نعم. هنا في الحاله دي يوزليك المحكمه تحكم انه الزول يطلع لمده 3 شهور للمستاجر بعد 3 شهور يجي راجع ثاني مره العقار.
هنا في عودة بعد 6 شهور يجي راجع العقار المدة وفق الاقتصادي والحاجات المفصلة كلها من الجهات الهندسية المعنية. برضو قاعد استخدموا استخدام خاطئ كتار جدا من لاخ العقارات يجوا والله يقفلوا السايفون بشكل كان صحيح اي جهه كان صحيح بيقطعوا المويه مرات تعديل اي يقطعوا المويه عشان تطلع بس طريقه الحته بتاعت قطع المويه دي فيها بلاغ جنائي ضد المالك بتاع العقار الناس ما عارفه يا زول يعتبر تعدي انت ما اجرت لي. وبرضو من الحاجات اللي بتحصل من الملاك المضايقه مثلا يقوم يجي يخش لك في البيت ساي صحيح ده برضو تعدي ما عنده الحق انت مجرد ما اجرت لي وبقيت تستلم ايجارك ده بيتي اتفقنا ده بيتي ما عندك الحق تخش الا باذني انا بيحصل تعدي في ملاك بيجوا خاشين ساي صحيح بقول لك ما دار اشوف بيتي انت قاعد فيه وكيف عملت فيه وبستنته وخربته وكده في العين اللي بيجي لما يدقدق الحيط صحيح انت بتفتش في شنو الحيط بدقدقوها مالك ففي واحد انا جاني حكى لي قال لي والله سيد العماره ده بيجي بخش في البيت ويدق الابواب ويكركب ويفتح الشبابيك ويقفلها شنو انت ما هاجر طريق خلاص صحيح ما في حاجه بتدخلك ثاني الا باذني انا وفي الزمان بتناسب لي يعني ممكن يجي نص صباح اقول له يا اخي معلش ما عندنا طريقه ندخلك الان انا بعرف زول قطع المويه عادي من العماره ده طوالي تمشي تفتح لي بلاغ هم قاعدين يسالوه قال لهم يا اخوانا والله دي مشكلتكم جيبوا موتور انا ما عندي لكم حاجه في حين انه هو في البدايه اجر لهم كده يعني والمويه شغاله بالضبط فدي كلها مضايقات مرات بيستخدموها اصحاب العقار الملاك على المستاجرين لانه شريحه ضعيفه وكده فبيقوموا بيستغلوا الحاجه دي كلها اشكاليات يعني القانون حماه لكن نحن بجهلنا بينفوت حقنا وفي نفس الوقت هم بيستغلوا الحته بتاعت الجهل اللي فينا دي. طيب كويس. يعني انا بتذكر في واحده من القضايا اللي كان مرت بي زمان في 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 حياتنا المهنيه جاء زول الصباح كسر الباب بتاع الطبله وشال له حاجاته وجدعي له في الشارع وجاب له طبله جديده قفل الباب. ده سيد البيت. ده سيد البيت. طيب. بيتي وشلته قال له شوف لك اي محل ثاني. فما كده عقد الايجار ده بيلزمك. زول حتى فقد حاجاته فقد تلفزيون. فقد شاشه ما عارف فقد كمبيوتر فقد حاجات كثيره جدا من الحاجات ده جنائي عديد السرقة ده بلا جنائي طوالي هو بعد ذاك بيجي يفتح له ذاته سيد البيت بيجي يفتح ممكن عادي اقول والله عندي 100 مليون دولار ايوه انا ما لقيته والله خش في غيابه فده كان زول امين يعني بس ذكر الحاجات اللي فقدها بالتحديد فدي كلها اشكاليات يعني نحن بالنسبه لنا كمواطن سوداني لانه بنعاني من الحته بتاع الغياب الوعي وده يمكن يكون دور مشترك ما بيننا نحن القانونيين وبينكم انتم كمان برضه في وسائل الاعلام التوعيه مهمه والله نشر التوعيه بين الناس يعني اي معرفه الحقوق هي مهمه جدا فدي حاجه مهمه شنو يعني خلو رجل؟ طيب خلو رجل ده مستخدم او مصطلح بيستخدموه السماسره في السوق لكن قانونيا ما عنده اي وجود ولا عنده اي اثر ما في حاجه زي دي ما في حاجه زي دي ولا في حاجه اسمها خلو رجل ولا في حاجه اسمها انت العقار ما عايز يرجع لسيده فبيبيعوا بيع عديل بيحصل ده بيع عديل يعني دي ذاتها هنا القانون عنده فيها حكم خاص الناس لو عارفاه ما بيدفعوا خلو رجل الإيجار من الباطن ما انا اجرت لك انت طيب انت قمت جبت زيت من الناس اديته دفع عليك خلو رجل اديته الدكان انت كده ما اجرت من الباطن بالضبط ما صاحب العقار الزول بيدفع علينا لكن انا بدفع للزول ذاك انت بتدفع اقل بدفع علينا اي اقل او انت مفروض مرات بعد تشيل خلو رجل ذاته بتختفي بتخليه يبدا يسدد لسد العقار مباشرة لو بيجي سيد العقار موافق هنا بتبقى إيجارة من الباطل إذا بيجي عارف وموافق ما بتبقى إيجارة من الباطل لكن ممكن سيد العقار يستخدمها ضدكم يخليك انت تمرك واصلا كايس فرصة داري يمرقك وجاوا الزول ذاك جاب لي الإيجار طوالي مش يعمل فيه دعوة يعمل فيكم دعوة انتوا الاثنين ده مؤجر من الباطل وده مؤجر له بيطردوكم الاثنين من العقار طبعا الحاجة دي بتحصل دائما في المباني التجارية في المحلات التجارية يعني مثلا الزول ممكن يكون أجر شقة أو دكان أي بتاع موبايلات مثلا صح بيقوم بيعمل كم بترينا وبأجر لكم نفر بالضبط ده يعتبر من الباطل إذا في اتفاق مسبق بينه وبين المالك ما في يأجر ما في إشكال قانوني ما في إشكال قانوني لكن لو ما في اتفاق بينه وبين المالك هي دي هنا بتعتبر إيجار من الباطل هي الحاجة اللي ظهرت كيف العقارات الحكومية زمان المحليات بيكون عندها دكاكين بتقوم بتأجرها لزيد من الناس بيأجر طيب. دكانين ثلاثة دكان بيمرقوها في شكل مناقصة أو مزايدة فبتتأجر بيقوم مثلا الزول بيقع عليه العطاء ده أو المناقصة دي بيدفع للحكومة إيجار 3 سنوات طيب هو ما مالك للعين لكن مالك للمنفعة بيكون هو شغال محامي مثلا بيجيب ناس بيأجر لهم ده يفتحوا بصل وده يفتحوا محل زيت ده يفتحوا محل عجور على كيفه المحلية أجرت له دكان ب 500 جنيه أنا بجيب الشباب ده بأجر لهم ب 2000 مستفيد في ظهرت هنا ده اللي خلى السبب يكون موجود فكان ما العقود الحكومية في الحتة دي بتكون
كده يعني ما عندهم مانع انك انت تأجر, بيسمحوا لك بالحاجه دي. فدي تدخلت الحته بتاعت انه المحلات التجاريه يكون فيها خروج رجل وغيره وغيره وغيره. بالضبط, لانه بنسمع بيه كثير يعني. حتى لو بتتذكر دار دكانك ده لكن يقول لك ادفع عليه. في واحده من المواضيع اللي كان انتشرت في السوشيال ميديا وتكلموا عنها كلامنا قبل 5 أو 6 سنوات, انه في شخصيه من الشخصيات مؤجره 2000 دكان في السوق العربي. صحيح, بسعر زهيد كده. اي بسعر زهيد اللي هو كان في وقتها ما بعرف 500 جنيه والوقت ذاك سعر الدكان في السوق 3000. فرق كبير كده. هي بتكون في فرق بسيط, لكن لما تكون فرق كبير كده معناها فيها كوربشن, فيها فساد, فيها حاجات زي دي. فدي اللي جابت المدخل بتاع المحلات التجاريه وبيع المحلات وغيره وغيره وغيره. نعم. طيب نجي للاجره العادله. نعم. شنو يعني؟ الاجره العادله دي هي تحايل للقصه بتاعت الايجار القبيل اللي تكلمنا عنها. زياده الاجره, اجره المثل بتتطلب انه يمر 3 سنوات. لكن الاجره العادله القانون ما اشترط لها مده. بقت فاتحه كده يعني, بعد سنه ممكن سيد العقار يقول داير اجره عادله. لانه لو مشى قال داير اجره مثل, مجرد ما المحكمه تحققت من انه ما مرت 3 سنوات وتشطب له الدعوه بتاعته. فبيقوم بيفتح الباب الثاني اللي هو الباب بتاع الاجره العادله. دي بيحكمها قانون ودي بيحكمها قانون براو. لكن دي قبيل ذكرت لك في معرض حديثنا بتتطلب انه يكون حصل التعديلات على العقار دي الاجره العادله. حصل طرى انه العقار حصل فيه تغيير ظاهر يعني, ذكرت لك منها مثلا السقف يتغير توماستيك اي يعني حاجه ذاتها تكون ظاهر عندها اثر, ما تغيير, لا تغيير له, انما دي صيانات تحسينيه. اوكي. أي تغييرات جذريه يعني, اي حاجه كده تكون ضروريه. يعني حاجه ضروريه ظاهره كده بتدي تغير السقف, بيت بصب مثلا بالضبط كده, في مشكله كهرباء, دي بتيجي معاك في الاجره العادله. حتى الصيانه ذات القانون قسمها لنا الاثنين برضه, لو انا قاعد لي في عقار كمستاجر الصيانه قسمها لي القانون الاثنين. الصيانه التحسينيه بيعملها المستاجر وخلاص قروش اندفعت, باعتبار انه هو اللون البيجي ما عاجبه دار يعمله لون تركوازي. طيب يغير يعمل لون تركوازي, لكن سيد العقار ما بيدفع له قروش التغيير اللون ده. لكن تشاوره؟ لا ما شرط تشاوره في الحاجات, تغيير اللون زي ما داري طالما التحسين الحاجه التحسينيه, ما دي حاجه ما بتغير من العقد. لكن اتهدمت الحيطه اللي بيني وبين الجيران. طيب دي انا لو بنيتها دي هنا صيانه ضروريه, الغرض من العقار ما بيتحقق اذا ما بنيتها, لانه البيت حيكون مكشوف مع الجيران. صحيح. دي هنا الزام على سيد العقار انه يبني الحيطه. يبني الحيطه. طيب اذا ما بنى انا بنيتها اخصم من قروش الايجار. لانه الحيطه ما حاشيلها معي. اوكي. بخليها لي قبلها. صحيح. لكن مثلا عملت سقف مستعار, غيرت الانوار, دي كلها تحسينيه. دي حقتك انت المستاجر تتحملها براك. تمام. كويس. يعني سيد البيت ده اجر لك, خدت لك لمبه شينه لكن مولعه. تقعد اللمبه دي ما عجبتك غيرت, جبت لمبات بتطفي وحمراء وصفراء وعلى كيفك, دي بطريقتك انت. طيب 200 سيد البيت عنده حق انه اكسر الطبله ويخش جوا وانا دخلت في الايجار مثلا 3 شهور لطرف ما سافرت ولا 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 غيره؟ ما عنده اي حق انه يدخل العقار ده طول ما انت ما فيش ابتداء الا تحكم في مده معينه, الا تحكم ما في مده, الا محكمه قرار قضائي. محكمه قالت انه ياخذ زول اختفى استلم وقافل بالباب استلم, وفي الحاله دي ذاته ما بيجي براو. في موظف تنفيذات من المحكمه اذا كان شرطي او اذا كان مدني تبع المحكمه بيكون حاضر, بيكون حاضر بجهوده, بيتكتب تقرير عن الحاله دي ذاتها انه حضرنا الساعه كده في حضور فلان وفلان وفلان وفلان, تم التنفيذ وتم تسليم المالك العقار. دي الحاله. والعفش الجولي يعني 1 2 3 والعفش ذاته المحكمه بتعين له حارس قضائي. في غيابك. في غيابك. بيتحسب قدام الناس بشهود بحضور المالك, بحضور موظف التنفيذات. كويس. او قاضي التنفيذات بنفسه. نعم. بيتكتب, بيتعمل لها جدول عديل, بيتخطى دي امانه في طرف المحكمه. حقك تيجي تستلمه في اي وقت. نعم. المالك ده ما عنده الحق يخش في البيت الا انت تقول له خش ويلكم. بعد استئذانك. بعد استئذانك, حتى لو فشلت في سداد الايجار, اذا ما صدر حكم من محكمه انك انت فشلت ما عنده الحق في انه يخش. ما في حاجه اسمها يجي يفتح الباب ما بتدفعه في العين. صحيح. اللي بيعمل اطلع ورا كثير بتحصل يوميا بالذات بالمناسبه بالذات للاجانب, حتى لو الناس اللي من دول الجوار ديل طبعا انت عارف الاستغلال اللي قاعد يحصل لهم. يعني اول شيء هم عندهم اوراق ثبوتيه عشان ما بيقدر يمشي يبلغ طبعا. أي. وما عنده رقم وطني, ما عنده شنو, بعدين هم لانهم بيسكنوا مع بعض بالضبط كده 16 17 نفر في البيت 18 وبالسعر اللي بيختاروا صاحب العقار المؤجر صاحب العقار بيضغطهم بمناسبه بالضبط كده وهم بيسكتوا. هي هنا في كمان في حاجه,
برضو صاحب العقار ده لما يعمل معاك انت العقد مثلا المستاجر او يعمل معي انا العقد المستاجر، فمفروض اذا انا عايز اجيب ناس اسر تانية يكون بموافقته. يعني مثلا العقار ده هم بيقوموا بيأجر نفر واحد ب100,000، بيقوم يجيب له 10 نفر يسكنوا معاه ويخلص من 10 10 10 10 بالضبط عشان يشيلوا معاه الايام، عشان يشيلوا معاه. وده قاعد يحصل الصحافة فعليا، يعني تحصل فعلا في زي بيوت الطلبة وبيوت العزابة يعني بالضبط كده. نعم. فدي كلها بيقوموا يستغلوها اصحاب العقارات ينفشوا فيهم الريشون ويعملوا فيهم الحركات اللي الليجل يعني بالضبط. فدي دي كلها تفاصيل موجوده الان بنعايشها في 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 صحيح. في مجتمعنا السوداني صحيح. الحاجات اللي برضه كنت داير اتكلم عنها في القصه بتاعت الصيانات بتحصل مثلا خاصه الحاجات بتتكرر السبت تانك مثلا، اذا الموضوع بتاع السبت تانك ده ما تناولوا عقد الايجار صراحه وما تكلموا فيه عند التعاقد وجيب البيع والمستاجر، هو يعتبر من الاساسيات بتاعت البيت وبالتالي على المالك العقار قانونيا الا اذا قال له يا اخي انت عليك انك تشفط السبت تانك في كل فتره يتملي او كذا او كذا، لانه اي عقار ما ممكن يتم استخدامه من غير حمامات، فبالتالي هي من الصيانات الضروريه صحيح، هي من الحاجات الضروريه الاساسيه. اذا ما كان يتناقشوا فيها لحظه توقع العقد او لحظه الزول يدخل او لحظه الدوه المفتاح، اذا ما اتفقوا عليها هي على ملك العقار. فنحن مرات بتحصل اشكاليات في الموضوع ده، بيجي يقوم يقول لك يا اخي الزول ما شفط الحمام وما هنا بهم، يعني بيحصل بلبله ما بشفط ليه بشفط ليه، يقول لي انا اجرت البيت ونايم بتاع، تحصل فيها مشاكل. طالما اساسا في البدايه ما حصل فيها اي نقاش، هي من البديهيات طبعا صاحب العقار بالضبط باعتبار انه ده صيانه جذريه، يعني صيانه اساسيه، اي صيانه اساسيه بدون حمام بالضروره. أيوة. يعني بالضبط كده. برضه في حاجات بتحصل مرات، يعني التحايل على قانون الايجار ذاته يمكن قبل تكلمنا عنها تحت الهواء، اللي هي الحته بتاعت قانون الشقق المفروشه هو واقف مع الملاك اللي هو بيطردك في اي لحظه، بيطردك في اي لحظه، ما اجر لك مفروش صحيح، ما اجر لك مفروش. فبيجى فيه بيحصل تحايل الان في الفتره الاخيره، مثلا يقوم يعمل له مطبخ يحط له طين بتاع كراسي ايا كان شكله، سرير كده سرير كم صحن على كم صحن، يقول لك يا اخي انا اجرت لك مفروش. فدي ذاتها اذا حتى لو اتكتب في العقد اذا اتضح للمحكمه انه فعلا العقد ده هو كان عقد ايجار والبيت كان فاضي والحاجه اللي قصد منها التحايل بيحكموا قانون ايجار مباني سنه 1991. لكن بس بيبقى هو في حاجه، المستاجر ما عنده النفس عشان يسك مالك العقار في المحاكم صحيح، بيزهج يا اخي جرجرنا في المحاكم بشوف له بيت ثاني بيرحل. فدي اللي بتخلي اصحاب العقارات يتقووا حتى يتغولوا على القانون ذاته، عشان كده هم هسه بيبقوا اصحاب العقارات بيبقوا حريصين جدا انه يأجروا مفروش. ايوه بالضبط، ويحبذوا العرسان طبعا. ايوه 5 يوم 6 يوم بالسعر اللي بيقوله هو. ايوه ودول مسافر دول مضطر جاي علاج. ايوه هم ذاتهم بدأوا يحبذوا الحاجه زي ما عملوا له النغابات، صحنين ثلاثه اربعه كبابي على سرير، على سرير معفن دول افضل فتين مفروش بالضبط كده. المفروض ذاته مفترض يكون عنده، اي المفروض يكون عنده الطب. هو في قانون وحدد لهم بالمناسبه قانون الفنادق والشقق المفروشه ووضح ذاته شكل الفرش مفترض يكون فيه شنو العده، وحتى عندهم النغاب عندهم اتحاد عندهم النغاب عندهم حاجه عندهم كيان تابع لهم المفروض تسجل فيه قبل ما تبدا تشتغل. وعندهم ضريبه بتندفع. اوكي عليهم ضريبه بتندفع دوريه، هم هسه ما قاعدين شغالين ساعة. صحيح هو ذاته المالك العقار مخالف القانون صحيح، ما يقول عنده 200 متر قسمه عمل شقة هناك وقال استرزق يعني بالضبط كده. ده الشيء الحاصل. استاذنا مجاهد اسمان شكرا يا اخي، شكرا لك على كل المعلومات دي. انا سعيد للحلقه الجميله دي، يعني هي حبيبي. كانت ابسط ما يكون وبلغه ابسط ما يكون انها تكون ونسه، لكن في نفس الوقت ادت الغرض وادت كل الهيكل الاساسي بالنسبه لقانون الايجار المباني سنه 1991. ونتمنى انه المواضيع زي دي تتطرق لها بصوره مباشره ان شاء الله. احنا نتلاقى طبعا اكيد. شكرا لك، الله يكرمك. تسلم استاذنا مجاهد عثمان المحامي. دي كانت فقرتنا الاخيره وختام هذه الحلقه من ظلال اصيل، تكلمنا قانونيا في إدارة النشأ والتدريب، وتكلمنا في قانون الإيجارات بشكل عام، خبشنا هنا وهنا. أتمنى تكونوا استفدتوا بكل المعلومات اللي اتقالت قبل شوية. خلوا بالكم من روحكم وابعدوا من المشاكل. نتلاقى إن شاء الله الثلاثة الجاي. السلام عليكم.